الاخوان ونهاركم مبروك الخوت وتحياتي من الخوت داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه مع العثمان وضرب الاخوان. كما كتشوفوا الخوت اليوم حنا كنتواجهوا في السوق لحد بروج بيع عقلين بن مسكين الخوت بتاريخ الاخوان 20/8/2023. تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير خير. وتحيه الخوت الحباب اينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه، تحيه السي مصطفى، تحيه كبيره. الخروف راه شريتو ليك اللي بغيت تخلي للغلب، شريتو ليك مع دبر الحالي. هذا راه شحال واحد تبعو عليه ب 95 وحاضر لي، وراه في جميع المواصفات كاينه تبارك الله. وهو غيقول لك بشحال بشحال ديتو من عنده، الله يسر الامور. الرحالي السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيح مزيان. شحال بعتي ليا؟ 96. الله يرحم الوالدين. جرع زيد التسع. والله ما داير ديالك هذه 95 اقدرك، تقول 110. والله يسر. وحنا راه على سبب تبارك الله. ها يا خويا تبارك الله، راه حاولين مليح مزرد سنا الحليب تبارك الله. القرن كل شيء كاين. الدم الحوليه. الدم الحوليه لا مول النعاج هذا. هذا مول النعاج ان شاء الله. الله يسر. الله يسر، الله يكمل عليك بخير ان شاء الله. راه 96 اخويا 4800 درهم. اللهم يسر، الله يدير الخير. تبارك الله، المليح وسنا الحليب. يمشي على سواد ياكل سواد، ما نعاودوا هضره ان شاء الله. والرحالي راه طلب لنا تعيينه، راه قال لنا 110. نعم. راه حكمت منك بيتي. ربي يخليك ودير الحال. الله يمد، الله يحفظك. حكمت منك. سير الله يسر. سير ابو عز الدين، ديه. الشقة. دي لي واش. من ناظور. بلاد العباد ياك. سير الله يسر. راه نشري المليح، والله ما عاد المليح، لا ما كان المليح. سير دي عاد الخدم، سير. الله يسر الامور، الله يدير لي في الخير. تبارك الله، وتحياتي للسي الحاج مصطفى. تبارك الله، الله يسرك الامور. راه حولي راه مليح، تهلا الله فيه ان شاء الله، راه يدير حولي جيد ان شاء الله. والرحالي راح شم منه، والله الا عطاو لي شحال واحد هو باش يبيعو. تلقوك جرو السعد. سير بشويه بشويه شويه علي عزيز بشويه. سعيد تعال الديادة، تعال. سير ابو عز الدين، سير الله يحفظك. سير سير تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك، الله يبارك. تبارك الله، اللهم يسر الامور، الله يدير الخير. تبارك الله. بقى معايا السي مصطفى، راه شريت لك السلعه ديالك، راه موجوده ان شاء الله. راه شريت بحال شي 24 خروف اللي شريت اليوم هنا، فهمتيني؟ 24 خروف اللي شريت. شدوا السعيد، شدوا هذا، شدوا. ها شريت وانا هذاك السعيد. شدوا. بقى معايا تنوريك السلعه ديالك وتشوف السلعه كي دايره المليح. الله يحفظ خو عز الدين، الله يعزك. تبارك الله. لا خويا شريت هذا ما بغى نبيعوش، لا. الله يحفظ. 96 اخويا. 96. سير السعيد، سير. سير الله يسر مولاه، الله يكمل عليه بالخير، سير. سير سير، دي عاد الغلمه السعيد، دي. دي توا تندوزو معنا عسير. ونرجعوا للسوق الاخوان ونشوفوا الاثمنه. نهاركم مبروك وتحياتي لكم. اي خوت، اي واحد يبارطاجي، اي واحد يبارطاجي، راه كنشري الغلم اللي تحمر الوجه للناس، فهمتينا الاخوان؟ لا من فحل، لا من كل شيء، لا من اي حاجه. تبارك الله، الله يسر الامور، الله يدير الخير جميع الناس. تبارك الله، تبارك الله. هذه السي مصطفى ديال الغلم، ولكن ان شاء الله غنوريها لك، تنبغي نخرجها ونشارجيها وغنوريها لك ان شاء الله. الله يسر الامور، غنوريك على الحولي بعدا. هو هذا، ها تبارك الله، ها الحولي. ما نعاودو هضره، ما نعاودو كرامه السي مصطفى. لا المليح ما تذكرش عليه، الله يسر الامور. بارك سي محمد، السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيحة. ما نعاودو هضره، ما هضر كاليت. سمعتيني راه كاع اللي وصاني نتقدى ليه مع هذا. والله مع هذا الدوريجي. تبارك الله، اي واحد وقلت جي معايا الكريمه، جي معايا الوالد يتقدى. حشموا منه. تبارك الله ان شاء الله، اللهم يسر. شحال اخو سي محمد؟ هذه اخويا 38 قال شي 3 دراهم. هذه 38 صاي 3 دراهم، راه باينه 1900 درهم الخوت. قال 3 دراهم. 35 و7 دراهم. اي ندوز مع هذه. تبارك الله، اللهم بارك الخوت. 38 قال 3 دراهم الخوت. اييه 1900 درهم قال 3 دراهم. هذا الشيء اللي كاين هو تبارك الله. اييه ولكن انت راه كتشري النوار. المليح المليح ما كانش المليح. كيعجبني القرين اللي كتشري وتوي زوين. اييه ما نعاودو هضره حتى اللي اللي دي الزيد تشري المسجد ديال الرجاله. نبات نبات المليح. تبارك الله، هذه قلت لي شحال سي محمد؟ 35 35 و7 دراهم الخوت. تبارك الله، بحال 1700 وشي 5 وشي 57 درهم. 1757 درهم. 75 درهم. 75 درهم. نديرو هنا 75 درهم. ماشي مشكل. أي 2 دراهم باينة. ماشي مشكل. تبارك الله، اللهم يسر الخوت. لا راه ريال تحاسبوا عليه، لا زدنا. الله يرحم والديك. ريال درهم إلا زدت تحاسب عليه. أي تحاسب عليه خويا، هادشي الناس كدير فيك الطيخة. الحمد لله. كتصيفط لك فلوس، كتخدى. غادي إلا جا عندي دابا واحد من خريلقة، قسما بالله إلا جبت لي 2000 درهم، ها هي.
قال لي اشري لي 50 حوليه. ربي يخليك تبارك الله. عندي دابا قال لي راه بغيت نعيط ليك وهذاك خمشي عند والله العظيم قال لي 2000 درهم قال لي راه قطعي 50 حوليه. سير الله يحفظك. الحمد لله. الحمد لله. نطلب الله الله يجزيك. فهمتيني دابا واخا يجي مسكين هنا ما يلقطهاش. ما يلقطهاش. قال لي راه والله انت دخلت انا تغنى مع الجوج. ودخلت مشيت نعست عاد عاود رجعت عاد جاب الله النصيب فهمتيني خروف قبل العيد وجيت دابا مسكين كيبر عليا قال لي شري لي 50 حوليه عطيني النمره ديالك السي سمان اخويا عثمان 06 06 22 41 21 دوبل 0 ومرحبا الخوت وراك اسيدي برعتي ليا كليا يا ربي يخليك الله يحفظك ليا انت وبا العربي مخرجي لي ديك الغليمه والله لا عجبتني يا ربي يخليك الله يسهل على مولاك امين يا ربي الله يحفظك والله العظيم الله يسر مرحبا شكرا لك بعثني اللي فهمنا انا قلوبنا الله يحفظك خو محمد ماشي بحال شي ناس ما شاء الله اودي الله يدي مخرج الله يسر عمر خو محمد الله يلفكر ضعف الوالدين ربي يخليك انا هو اللي كاين عدو وخير الله هادشي اللي كاين هو حد الدري خرى في ايطاليا ديجا ان شاء الله وغن انا كتعجبني مرضي ما فيكش تحرامي ربي يخليك ودي محمد ماشي لا والو هذا هو اللي كاين فهمتيني اللي كاين كل الله اللي بغا ياكل بوحدو وتا انا نافقت هذيك الامر ربي كيشوف سر الله يحفظك ودي محمد العظيم ما نافقت هذيك الله يحفظك اللي بغا يقول لك ياكل بوحدو كرشو طردق لي سير الله يسر خو محمد عاد الناس الدراهم اللي كيصوروا والله العظيم الا ما شاء الله خليني ساكت صافي حيد صافي اسكت حيد الله الله يدير الخير السلام عليكم خلي داك الشيء الجمر راقد سير الله يسر خويا سي محمد الله يعاون خويا تحياتي الله يسر بوس محمد الله يجيب السلام الفهم يفهم السلام عليكم بارك البلاك الله قال واحد يلا الله يسر خويا ندور دوره في السوق ونشوفوا الثمن مبارك الله يدير خير وتحيات للسي مصطفى تحيه كبيره خاصه تبارك الله اللهم يسر الامور والله يدير خير اللهم يسر تبارك الله سلي عرشتينا شحال باب الخروف كاين هنا 22 راس وراه كاين 6 في الدار كاين 8 غنوريك واحد جوج حتى هما راه شريتهم حتى الاخر ونوريك السي مصطفى ولكن راه المليح والحولي راه شريته ليك هذا الشيء اللي كاين هو هذا الا بغيتي على المليح حناك الله انا نقول لك تبارك الله تبارك الله راه المليح تبارك الله الله يبارك ها انا خويا السي مصطفى ما تهضري على المليح ما تهضري والو نقا تبارك الله لا فقر لا فزواق لا فكل شيء وهاد راه مشري 11 حولي جمله ومشريين 6 جمله وهاد جوج جمله وواحد عندي في الرادي وهو واحد اخر فهمتيني راه ماشي على الجمله تبارك الله 11 حولي راه كاينه ب 50 وكاينه خويا 6 الحواله ب 52 ونص وهاد جوج راه 108 هاني راه الزين راه نعطيك على المليح على الكاليتي تبارك الله سير خليها تسرح هات تبارك الله الله يسر الامور شوف واش بغيتي على المليح وا سي مصطفى ان شاء الله راه الغنم ديال 120 130 ان شاء الله خصك هات تهلا خصك هات تهلا شد من الروس والغنم ديال السرح الغمره ديال السرح سي مصطفى وغنم غليظه ووافيه ما نعاودو هضره ما نعاودو كلام تبارك الله السلعه راه اصليه تبارك الله تبارك الله تبارك الله اللهم بارك الله يبارك السيد راه برعتي يا عثمان اه ويستاهل تو ويستاهل تو تبارك الله يستاهل زيد عزيز 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 زيد تبارك الله راه يستاهل راه يستاهل داير لك جوج ولا ثلاثه يقول لك الغنم اه يستاهل يستاهل تو مسكين الله يسهل عليه الله يسر الامور الله يسر الامور تبارك الله تبارك الله هاكاك زيد دوز من الجهه هاكاك ودير صفير شد السعد هاكاك شد خلي تا يتمتع معنا هاكاك طلقهم هاكاك زيد واحد دوز تبارك الله شاد السي مصطفى وبرعناك في المليح وري الحولي السعيد الحولي زيد دوز واحد زيد اي واحد نبرعو اي واحد راني كنجي معايا الوالد وكنتشاوروا هادشي اللي كان هو هذا راه شاري معايا الوالد ها هو فينا هو السي مصطفى ما هضر كاليتي وهذا راه الوالد راه داه حتى الوالد معايا راه قال لي هذا هو الحولي تشاور معايا وقلت لي ضروري نشوف الحولي تبارك الله تبارك الله سي دور من الجهه السعيد دور من الجهه هكا دهنا روك ما نعاودو هضره ما نعاودو كلام تبارك الله راه دابا راه كلشي كاين كلشي باين راه 96 باش خالص 4800 درهم ولكن راه حولي ابو مصطفى فهمتيني حاولي ما نعاودوش عليه الهضره هات راه شحال حولي شكون ياك هات حولي مسكين ميصل نيفرو تبارك الله الله يبارك الله يسر امور كنيز ها هذه هي المره اللي رجعت كنيز كنيز تبارك الله كنيز اللي كيربح في مكناس اي تبارك الله الله يسر تبارك الله شو القرن القرن باك يدير ها انت القرن مليح هذا راه خطبتنا من وسط 20 حولي وي راه كان عنده 20 حولي الرحال كانت عنده 20 حولي تبارك الله وريتيه لي قلت لي هذا هو اللي تدي لي ايوا هادشي الله ييسر الامور تبارك الله حيت تلقوا السعيد تلقوا السعيد حيت تبارك الله تبارك الله اللهم بارك
الغنم صاروا لي الغنم. تبارك الله، الله يسر امور، الله يدير الخير جميع الناس. تبارك الله، نطلب الله تيسير. الساعه جر واحد ودوز سير صافي سير سير. راه حنا هذا الراجل راه تيق الحمد لله. هاي سير 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 خلات سير سير. الساعه شرجع في الكاميو سير. الله يسر لي، الله يسر الامور. تبارك الله، ونطلب الله التيسير. تبارك الله، الله يسر لك ابو مصطفى. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، الله يسر الامور. تبارك الله، تبارك الله. حيت لا سير السعيد صافي. سير ملي سير ملي سير باش ترجع ملي سير سير السعيد سير سير. داوي على راسها سير سير. الله يسر لي، الله يكمل عليه بالخير ان شاء الله. طلب الله التيسير. اللهم بارك، الله يسر امور اي واحد يخدموا مع بنيه نخوس، اي متبع رضيو، اي واحد يخدموا معه. والله الا من جوج جلي راه من جوج جلي راه شريناها تسليعيه لشرين من جوج جلي راه ما خدامينش مع شي واحد اسم مصطفى من غيرك. هادشي كاين كل واحد بشويه بشويه. راه كان عندي واحد الكوموند ديال 300 راس على الحاج هو مسكين من فاس. وان شاء الله راه نهار الاثنين باغي يصيفط يصيفط لي العنبور. الله يسر الامور. 300 راس اللي باغي نجمع عليه ان شاء الله. والله يسر اي واحد رضي. سير ابو السعيد شرجي صافي، شرجي ابو السعيد شرجي. تبارك الله، السعيد راه داوي على راس الاخوان. تبارك الله، اي واحد مرعوه اي واحد رضيوه. ومعتادنا اخو ابو مصطفى كنوصل للدار وندوي معاك ونصوريك. والله يسر امور. تبارك الله، الفايده راه في القرن ابو مصطفى. هاني هاني القرن صغير، القرن عادو صغير والفورما تبارك الله قداش. القرن الطابله بغيت تدخل مزيان. اي القرن ديال الخدمة هذاك الشيء اللي كاين. تبارك الله، زر اخونا عشتك زر. سير الله يسر لك. تبارك الله، اللهم يسر. تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير جميع الناس. وحنا راه على سباب والكمال على الله الخوس. تبارك الله، الله يسر الامور. والخوس نرجعوا للسوق ونشوفوا الاثمنه وتولعوا معنا. ومرحبا بالاخوان. تبارك الله، حنا راه على سباب والكمال على الله الاخوان. تبارك الله، تحيات للسي مصطفى. تبارك الله، اللهم بارك. تعال السي مصطفى، زيد زيد تزيد يا السي مصطفى. الرويد الرويد ما كانش الرويد حتى. تبارك الله، العام صاب شعري قال شوف شاف كلش عندك انت. تبارك الله، ميصل وكوك الغلم الغلم كتحرر. لا ها تبارك الله، نقطة هي كاينة كحلة محرر. الله يلا محرر. تبارك الله، تبارك الله. هذاك شريت المولى مليح والله. تبارك الله، دور لي وجهه كيقول لك راه الرويد الرويد الرويد. تبارك الله، الله يبارك. تبارك الله، الله يحفظك، الله يبارك فيكم، الله يعزكم. تبارك الله، وتحياتي للخوت الحباب. تبارك الله، هذا مساكن راه شاهدين هادشي اللي كاين. تبارك الله، دايزين. الله يحفظك ود مصطفى. تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير، الله يحفظك. شرجي بو الساعه شرجي ونرجعوا للسوق الخوت ونشوفوا الازمنه. ونهاركم مبروك وتحياتي لكم الخوت. 96 زين مصطفى، ما نعاودوا هضر. والله يسر الامور. هادشي اللي كاين هو حنا اللي وصلنا على المليح نبرعوا. تبارك الخوت، الله يدير الخير. ونسولوا على الغلم غليظ الاخوان. تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك الخوت. نسولوا مولاها، الله يسر امور. ودعم، السلام عليكم. دير خويا بخير، صحيح مزيان، الله يبارك فيك. ودي الشاب الله يعزك. شحال الثمن خويا؟ والله خويا 70 70 3500 درهم. تبارك الله، اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير. تبارك الله، ولكن راس لي على الاخوان. تبارك الله، تبارك الله، المليح كاين الخوت. تبارك الله، الزين راه كاين الاخوان. والثمن رجبت الوقت. تبارك الله، بعد الغلم الخوت راه من هنا للعيطان 7000 7500. والله يدير الشتا ولدي الخير. تبارك الله، السلعه راه زوين الاخوان. تبارك الله، والثمن راه جابت الوقت الخوت على العموم. تبارك الله، وندور دوره في السوق ونشوفوا الثمن. ودعم الله يسر، الله يجيب السلامه اخويا. اللهم بارك الخوت، ونسولوا مولاي على الثمن الاخوان. تبارك الله، السلعه هاد. ودعم، السلام عليكم. السلام عليكم اخويا، بخير صحيح مزيان. الله يبارك فيك. شحال الثمن اخويا وصل معك؟ 50 هي اللي كاينه. تبارك الله، شحال مرات عندك؟ 10 الخرفان الاخوان. تبارك الله، والثمن اللي عطاوه الخوت راه 52600 درهم الخوت. تبارك الله، ولكن بحال هادشي الخوت راه مليح. تبارك الله، وغلم راه واقف الخوت. فهمت الاخوان؟ تبارك الله، 52600 درهم الخوت. والله يسر امور جميع الناس. تبارك الله، حنا راه على سباب والكمال على الله الاخوان. تبارك الله، السلعه راه زوينه الخوت. ونشدوا النميره اللي بغى يخليها لينا. ومرحبا بالخوت اللي بغى يتواصل معاه. مرحبا الاخوان. تبارك الله، حنا راه على سباب والكمال على الله. اللي بغى ياكل ياكل بوحدو راه كرش الطردق ليا. هادشي اللي كاين هو الاخوان. تبارك الله، تصور على السيد وشد النمره اللي تعود تعجب شي متتبع. والله يسر الامور. تبارك الله،
تبارك الله اللهم يسر عمر الله يدير خير 52600 درهم. خلي النمرة ديالك خويا قول اخويا. 06 13 95 75 75 57 الله يسر الامور اخويا، الله يسر، الله يجيب السلامه. تبارك الله ندورش دور الاخوان في السوق ونشوفوا الثمن. الخوص الله يدير خير اللهم يسر عمر تبارك الله. وغنسولوا على السلع الاخوة الثمن ديالها الخريف انا الاخوان تبارك الله راه زوين الاخوات ومن قد التاد. شحال بيوس؟ 47 غتقول معاهم الصغير ياك 2350 درهم الخوت تبارك الله الله يسر الله يكمل بالخير هادشي اللي كان وادر الخوت تبارك الله راه على سباب والكمال الله تبارك الله على الشيء الخوت راه زوين وخاص من يديه وتهلا فيه لا 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 الله يدير الشتاول ديال الخير تبارك الله 47 2350 درهم تبارك الله الله يدير الشتاول ديال الخير وندورش دور الاخوان في السوق ونشوفوا الثمن اللهم يسر الخوت غندوزو هضر مع الخريف انا الاخوان هذا الاخر الخوت ونسولوا على الثمن ديالهم اللهم يسر تبارك الله وهاد النبت راه زوين والثمن راه جابته الوقت الخوص الله يدير الشتا ولد الخير ودعم السلام عليكم كيدير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك هذا الربع شحال اخويا 50 مليون صاين 10000 درهم الخوت بهم بربعه تبارك الله تبارك الله 50000 الخوت لواحد الخوت الله يدير الشتا ولد الخير تبارك الله طيب 3000 ريال ديال الربع وما ما قنعتيش الله يدير الشتا ولد الخير الخوت تبارك الله 2500 درهم الخوت الخروف تبارك الله هما اربعه الاخوان تبارك الله الصغير شحال 44 الخوت هاد الصغير الاخوان تبارك الله باش خارص 2200 درهم وهذا الخوت راه 50000 الخروف تبارك الله والله يسر الله يكمل بخير الشيء اللي كان وهذا نقول طلب الله التيسير اللهم بارك الله يدير الشتا ولد الخير خويا الله يسهل عليك الله يجيب التيسير الله يحفظك الخوت الله يدير خير اللهم يسر عمر جميع الناس تبارك الله وغنسولوا هاد الاخر الاخوان على الثمن ديال هادو الخوت تبارك الله خربان زينين الاخوان تبارك الله وملاح ونسولوا على الثمن تبارك الله صافي اخي مزق عليهم مزق عليهم مزق عليهم مزق عليهم حيت مكتفين تبارك الله شحال الثمن اخي محمد هذيك اخويا كنطلبوا فيها 62 عطاونا 58 58 اللي عاطينك 58 2900 درهم الخوت وشحال قلت لي كطلب فيها 62 3100 درهم تبارك الله الله يبارك تبارك الله المليح راه بحقه الاخوان تبارك الله المليح راه بحقه الخوت تبارك الله الزين بحال هادشي راه بثمان والاخوان تبارك الله والله يدير الشتا ولد الخير يا ربي يسر الله يكمل الامور جميع الناس تبارك الله غنعاونوكم ماشي مشكل تبارك الله الله يبارك المليح راه كاين والثمن راه جابته الوقت 58 الخوت اللي عاطينو 2900 درهم كيطلب الخوت 62 3100 درهم والله يسر الامور الله يسهل عليكم السلعة زوينة الاخوان تبارك الله يمكن الاستثمار راه باعها الله يسر الامور الله يسهل عليه تبارك الله السلعة راه منعاودو كلام تبارك الله اللهم يسر الامور تبارك الله المليح على الاخوان والورد تبارك الله وغنسولوا على الثمن ديالها باش تهزت الخوت الله يسر تبارك الله اللهم بارك شحال دازت اخويا شحال دازت اخويا؟ شحال 45 45 سير اخويا شحال دايره معاهم 40 10 10 ب 40 وشي الاخر ب 45 تبارك الله اللهم يسر سير اخويا سير الله يسر الامور تبارك الله تبارك الله 10 الخوت ب 40 2000 درهم الخوت والشيء اللي ما تبقى الخوت راه ب 45 2250 درهم الله يسر 43.5 تبارك الله هي كامل الخوت 43.500 الاخوان تبارك الله 2175 درهم تبارك الله اللهم يسر الامور والله يدير الخير وبنادم راه على سبب هاد السيد هو يوكل ويسرب ويتهلا فيها ويداويها من هنا تالعيد الله يسر الامور تبارك الله مرحبا تبارك الله اللهم يسر الخوص الله يدير خير جميع الناس تبارك الله خويا الله يسر الله يجيب السلامة تبارك الله مرحبا اللي خاصة شي سلعة الخوت بحال هادشي راه مرحبا بالخوت الله اللهم بارك الخوت وديما الجديد ديما المليح عاد وداو ديال الاخوان تبارك الله ديما السلعة مليحة وديما الجديد نقال الاخوان تبارك الله انا انا عاشق المليح وكنمشي عند الناس اللي يسيو المليح على الاخوان تبارك الله ما نعاودو هضره والله الا ما نعاودو هضره عليك اخويا الله يسر الامور تبارك الله اللي بغى شي فحال الاخوان ولا شي حاجه الخوت يتصل بي تبارك الله راه شاد النمره وراه عنده قناه ولد داودي دوزناها سلعه والله يسهل عليك الله يجيب التيسير والله الا هاني اخويا الله يسر الامور تبارك الله بعدا كنعجبني بالمليح نلقى سير الله يسر الامور تبارك الله ما كاينش اللي صوره من غيرنا اي والله يسر الامور تبارك الله تبارك الله قال لك لبا قال لك لبا ياكل بوحدو كجور الطرد قال لي ايوا حنا راه خوت هادشي اللي كاين هو هاد السلعه جمله ياك هادي جمله شحال الثمن اخويا الثمن اخويا حنا كنطلبوا 120 ولكن كي قلت لي نهار الاربعاء قول لي درو اي والرزق الله اي قول المشرو 8
بعثي منهم جوج ولكن كل ما اشترى هذيك الكره دازوا في الرباح 110 5500 درهم الخوت هادو باش مسريين تبارك الله واللي يبغى شي واحد ثمانية بعد منهم جوج اي مشاو هذوك الله يسهل على مولاهم اي دابا انت راه كتسقط اللي عطاك شي ربيع اللي عطاك شي ربيع راه كتبيع لي تبارك الله وكاين المليح على الاخوان تبارك الله هذاك هو اللي شويه واه امال هادو كلهم داروا ديال الكلام تبارك الله هذا اللي عينو كحله تاهو زوين تبارك الله الله يبارك الخوت 5500 درهم ثمن المشره وعلى السلعه راه كتصورت معاه نهار الاربعاء راه باع الله يسر الامور تبارك الله سلعه زوينه الاخوان تبارك الله وكلهم حواله ملاح كل تبارك الله والزين والوقفه منعاودوا هضره منعاودوا كلام الاخوان تبارك الله الله يبارك لا في طوله لا في الجريده قلت لك عزيز عليك المليح عزيز عليك المليح والله ما نعاودوا هضره تبارك الله الله يسر الامور هذاك هو هذاك غيدوز كزاري هذاك ان شاء الله تبارك الله تبارك الله مرحبا هي تبارك الله الله يسر الامور سلعه راه زوينه الاخوان طيبين زوينين 110 5500 درهم ولكن راه المليح الاخوان تبارك الله تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله المليح الاخوان في حلو لي سيسال الاخوان هذاك كيقول داكشي اللي كاين ورزق الله راه ما يزيد درهم ما ينقص درهم داكشي اللي كاين يقولوا تبارك الله ما عاد نعاودوا هضره في فاصل مليح تبارك الله الله ييسر الامور تبارك الله اللهم بارك الله ييسر الله يكمل بالخير تبارك الله السلعه الاخوان راه زوينه الاخوت تبارك الله واللي بغى واحد ولا جوج الاخوان راه يتصل بهم مرحبا راه نخلي النمره ديالو مرحبا بالاخوت اييه تبارك الله راه تنقصين شويه ياك اللهم بارك هذا قال لكم خوت راه يتساعد معكم فيه راه نقص شويه والتحيات لسي عبد الحق حتى هو ودبر الرضا تحياتي ليه تحيه كبيره من هذا المنبر الاخوان تبارك الله راه صاحبنا وحبيبنا حتى هو الله ييسر الامور تبارك الله اللهم ييسر حتى هو راه عاشق المليح لا المليح وما نجيش عندكم مكان المليح ديال فقيب الصالح من عوضوا هضره وهذه تاهي اكثر الله ييسر الامور تبارك الله اللهم ييسر قول اخويا قول اخو داودي قول قول لي النميره 0667 45 98 57 والداودي اللي بغى ما كان كيسر الله ييسر وبالكارانتي سير الله ييسر خويا الزين الله يحفظك المبلغ تحياتي لك خويا اللهم بارك الخوص الله يدير الخير تبارك الله الغي وبياض الخوص هذا البيض البلدي ديال الاخوان تبارك الله شي حاجه مليحه تبارك الله ودعم السلام عليكم دير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال الثمن خويا هنا 38 ديتها ب 38 و 500 المشره 500 الاخرى 38 و 500 الاخوان ثمن المشره الخوت هذا تبارك الله على 1925 درهم تبارك الله خويا المرضي بخير الله يحفظك تبارك الله اللهم يسر الخوت شحال فيها من راس اخويا عندك 14 خروف الاخوان اللي كاين عنده ولكن راه مليح الخوت مبيت زوين تبارك الله اللي بغى يتهلا فيها الاخوان ويداوي راه يدير حولي جيد تبارك الله لا زوين الاخوان تبارك الله وغنشدوا النميره من عنده واللي بغى الاخوان يتصل به تبارك الله باع هنا الله يسخر ليه الشيء اللي كاين هو هذا الخوت تبارك الله قول لي النميره ديال الخوت 06 77 20 60 66 تبارك الله اللهم يسر اخويا اوه مرحبا ما كاينش مشكل قول اخويا تبارك الله شحال هاد الجوج؟ هذا دينا 64 هذا عندنا خلصناه 57 و400 في واحد الحبيبه في شي حبيبه هادي كاين كاع مدي واش غادي اش بغيتي الحبوبه صح شرنا عندنا تصاور مع مولاه كنعرفوش 57 الخوت و400 على 2870 درهم الخوت وهذا هذا 52 52 تبارك الله 52 2600 درهم هذا زوين على هذا هو هذا زوين في المواصفات زوينه ولكن الحبوبه اللي دارته هو مليح تبارك الله هذا الخوت ب 46 تبارك الله تبارك الله 2300 درهم تبارك الله اللهم بارك خويا الله ييسر لك الامور تبارك الله زيد 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 مرحبا تبارك الله اللهم بارك شحال هاد الزوين الصغار هذا 59400 خلاصهم 59400 تبارك الله الثمن كاين اخويا الثمن كاين ورنقه كاين تبارك الله اللهم بارك اللهم صل وسلم على الحبيب ايوا لا ديك 400 شدينا لي والله يسر اخويا الله يجيب السلامه الله يسر عليك ادريويش الخوت الله يدير خير اللهم يسر الامور تبارك الله وغنسولوا على السلع الاخوان تبارك الله شحال الثمن ديالها هذا الاخ صور صاحبنا تبارك الله وراه حلايفي ونسولوا الاخوان تبارك الله السوق يبان ليا الاخوان راه زاني والثمن راه كاين في بلاصه الخوت تبارك الله اللهم يسر الله يدير خير اللهم يسر الامور شحال ولد العم هنا الثمن 42 42 الخوت 2100 درهم الخوت تبارك الله ولكن راه السلعه زوينه الخوت تبارك الله شحال عندك فيها من راه شحال
45 45 راس الاخوان اللي عنده تبارك الله. يا ربي يبارك، يا ربي يسر امور جميع الناس. تبارك الله راه سباب وركمان على الله الاخوان. تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير. تبارك الله 42,100 درهم الخوت. تبارك الله، ندور جوج دوره في السوق ونشوفوا الثمن والله يسر امور جميع الناس. تبارك الله، حنا راه سباب وركمان على الله. السلام عليكم. كدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. قول لي كي جاك السوق شويه اليوم من الاخر. السوق بالنسبه لي ما يشري لك الله، راه السوق عاد مزيان مزيان في المسامس، ولكن الخروج راه قليل شويه. لا الخروج قليل، بنادم مع الصهد عاد فاش يتخيل، عاد فاش يتخيل. كنت تتسول فيها بشحال والاخر غادي يبيع. هاي الله يحفظك. هذا بشحال كنتي قلتي لي قبيله؟ بخير موجود 54 باش خالص. 54 باش خالص، هذا الاخوان 54 باش خالص. تبارك الله، هذا 52. تبارك الله، وهذا الاخر؟ هذا 43. تبارك الله، هذا 54,700 درهم الخوت، هذا 52,600، وهذا شحال قلتي لي؟ 43,150 درهم. الله يدير الشاول ديال الخير. والمليح راه كاين، فهمتيني؟ والثمن راه جابته الوقت. تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير، اللهم يسر الامور. هذا الشيء اللي كنبغي نقول، نشكرك بزاف. الله يسهل على العباد كامل. امين يا ربي، والله يسر لك الامور اخويا، ونشكرك بزاف، الله يحفظك، تحياتي. اللهم بارك الخوص، الله يدير الخير، الله يسر الامور جميع الناس، تبارك الله. بزيتون السلام عليكم. دير خويا بخير، صحيح مزيان، الله يبارك فيك. ها الغزال ديال الحوليه صافي. تبارك الله، الغزال ديال الحوليه الاخوان، تبارك الله. اللهم بارك الخوص، الله يدير الخير جميع الناس، اخويا. وزيد قدامي، وزيد قدامي بحال حتى بحال بحال. مرحبا، اللهم يسر. نعم خويا، وهي تا هي راه عجبتني هاد الغلمات. تبارك الله، سلعه زوينه وسلعه البروج مليحه، هي دور القيب نصارح. تبارك الله، اللهم يبارك الخوص. مرحبا، مواصفات. تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير. شحال الثمن اخويا؟ شحال الثمن؟ 28,000. تبارك الله، المليحه الخوت شي حاجه مليحه الخوت دميعات مع هذا المليح. 28,400 درهم الخوت، 1400. هنا الخوت راه كاين الناس الخوت المشاركين بالجمعيه الاخوان. تبارك الله، فهمت الخوت؟ كتكون عندهم غرام ديال النانوك الاخوان. تبارك الله، وكيجيبوا الحوليه يبيعوها. تبارك الله، 1400 درهم، والله الا المليح. هي باش جيت عندكم انا نقول لك، راه انا عشاق. تبارك الله، تبارك الله، جمع 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 جمع. تبارك الله، الله يبارك، الله ييسر امور جميع الناس، والله يسال على مولاها حتى هو اللي داها، الله يسال عليه. تبارك الله، حوليه معنى الكلمه الاخوان. تبارك الله، 28,400 درهم. عطيني النمره ديالك. 06 99 99 21 24 07. الله يسر خويا، الله يجيب السلامه، كنشكروك، الله يحفظك. الخوص الله يدير الخير، حوليه مليحه الاخوان. تبارك الله، هذه تبارك الله، وغنسولوا مولاها على الثمن المليح الاخوان. تبارك الله، كميمات عوينات كل شيء كاين. تبارك الله، ودعم. السلام عليكم، كيدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال الثمن اخويا؟ 1500. 30,000 ثمن المشرى ولا كتقول؟ حسن نعم، المشرى، الله يرحم الوالدين. تبارك الله، 30,000 الاخوان ثمن ديال المشرى، 1500 درهم. تبارك الله، اللهم يسر، الله يدير الخير جميع الناس. تبارك الله، ولكن راه ملاحظ مشمشات. ها؟ والله اليوم تكاير الخليوم. تبارك الله، تبارك الله، اللهم يبارك الخوص، الله يدير الخير. حوليات مشمشات وزينات. تبارك الله، الله يسر امور جميع الناس. تبارك الله، نطلبوا الله تيسير، ونضرب الدوره السوق ونشوفوا الثمن. خويا الله يسر، الله يرحم الوالدين، الله يحفظك. راه عندي بهيمه رابحه، صافي شويه عندي بهيمه. تبارك الخوص، الله يدير الخير، حوليه راه عند كمال الاخوان. تبارك الله، هذه وغنشدوا الميره من عنده، اللي بغى شي حاجه الخوت يتصل به. تبارك الله، سي كمال السلام عليكم، كيدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك، الله يعزك. شحال بو كمال؟ هادو هادو الربعه بحدو مات. منين هما؟ بحدو مات. هادو اي بشحال؟ 24 و100 1200 درهم الخوت و5 درهم، 1200 و5 درهم هادو بعدهم الاخوان. تبارك الله، الله يسر امور. وهادو هادو 26,000. 26 هذا الورد، هذا 26,300 درهم الاخوان. تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك. يا ربي يبارك، يا ربي يسر. لا زوينات، حاولت ما نعاودوا عليهم الهضره هذه. تبارك الله، الله يلا زوينات الاخوان. تبارك الله، 26,300 درهم الخوص. تبارك الله، باش طاحت عليه، والله يسر امور جميع الناس. تبارك الله، حنا راه على سبب وركم على الله. وهاي الدميعات زوينين. تبارك الله، خلي النمره ديالك كمال. قول 06 89 66 98 16. اللي بغى الاخوان هذا الربعه، واللي بغى هذا شحال من وحده؟ هذا سبعه، هذو سبعه. تبارك الله، وهذو اربعه. لا تبارك الله، المليح والعشاق، قال لك عشاق طعشاق.
لا هي عشق تعشق. الله ميسر، الله يسهل عليك ابو كمال، الله يجيب السلامه خوص. الله يدير خير بنادم كله، وكيدير المكتبه عليه وكيدير لي فراسك الاخوان تبارك الله. هاد السيد هو جماعة مسكينة سلاحة عبد الله، وراه باع لهاد السيد هذا هو. الله يسخر لي الامور، الله يسهل عليه تبارك الله، الله ميسر، ونطلبوا الله تيسر الاخوان تبارك الله. وغنسولو مع الثمن سي عسى لاباس صحيح مزيان. الله يبارك في خويا، الله يعزك تبارك الله. نمليع الاخوان هذه تبارك الله. بتسمنها يا خويا؟ ها تسمنها؟ اه تسمنها. تسمنها شحال بعتيها يا عبد الله؟ شحال بعتيها؟ 21 و200. 21 و200 سير الله يسر. 21 و200 الخوت 1000 و60 درهم الخوت تبارك الله. الله ميسر سير الله يسر مولاها تبارك الله. يا ربي يكمل عليه تبارك الله. حولي راه زوين الاخوان تبارك الله، اللي بغي يسمن الاخوان بحال هادشي تبارك الله راه زوين. اخويا عبد القادر المليح المليح تبارك الله الجوهر. سير 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 تبارك الله. الله ميسر تبارك الله. احنا راه على سباب وركان على الخبز تبارك الله. مساكن بنادم راه كيتقاتل كيدي يعلف ويصير ويداوي الاخوان وياكل. الله يحفظك اييه وياكل طرف ديال الخبز حلال هادشي اللي كاين تبارك الله. الله ميسر تبارك الله. سلعه زوينه الاخوان تبارك الله. واحد الله يلا رخى بالله سعه في الهرم حروف تبارك الله. 21 و200 الخوت تبارك الله. سلم لي سلم لي عبد الله تبارك الله. 1000 قاعد قاعد 60 درهم الخوت ثمن البيع تبارك الله. سلعه الاخوان ما نعاودو هضره ما نعاودو كلام تبارك الله. الله يسر مولاها والله يسهل عليها الاخوان تبارك الله. حتى هو مسكين هذا الله يسر تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك الخوت الله يدير الخير. قاعد 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 تبارك الله. تك تك على تزيد تك تزيد عند حسن. سير 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 تبارك الله. يا ربي يبارك يا ربي يسر. مع هذا المليح ها مع هذا الكاريتي سير. اللهم يسر اللهم يسر امور تبارك الله. واي واحد الخوت مرحبا بالاخوان تبارك الله. الله يسر اللي بغى يشري على الخوت مرحبا نروح مع الشاشه الاخوان تبارك الله. 21 و200 خوت في الكيان. الله يسر. قول لي النميره ديالك. قول 06 55 12 95 75. سير الله يسر لك خويا حاجه مرحبا. الله يحفظك ليا تحياتي